هلا. حذرت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن من كارثة بيئية غير مسبوقة قد تحدث نتيجة تسرب نفطي من الخزان العائم صافر الموجود أمام منصة رأس عيسى إلى الشمال من مدينة الحديدة، وذلك بعد تآكل في هيكل الخزان الذي يحتوي على أكثر من 1,000,000 برميل نفط خام جراء منع الميليشيات الحوثية الإرهابية الجهات المختصة وفرق الأمم المتحدة من معاينته وصيانته والإشراف على أنظمة تشغيله. للحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلي عبر الهاتف الآن الدكتورة ماجدة أبو راس، وهي مؤسسة جمعية البيئة السعودية. دكتورة حياك الله معنا في أهلا. دكتورة هل يصلك الصوت بشكل واضح؟ نعم الله يحفظك، صوت واضح. دكتورة أهلا بك. وش المتوقع على المستوى البيئي لو حدث هذا التسرب بدرجة كبيرة جدا؟ ما الذي يمكن أن يحدث؟ أولا أنه في حادثتين قبل استشارت اللي هي 6,000 برميل اللي كانت أيام الخليج العربي وقتها وتأثرت بها المملكة والكويت والسعودية والبحرين ودول الخليج، وايضا وكانت 6,000 برميل فقط وسببت مشاكل بيئيه كبيره وخسائر اقتصاديه ضخمه، وايضا حادثه 2010 كانت في خليج المكسيك برضو كانت تقريبا 4,500 برميل، وهي لا تقارن بالكارثه البيئيه الان اللي لا قدر الله انها ممكن تحدث. اولا التاثيرات، هناك تاثيرات بيئيه وتاثيرات اقتصاديه وتاثيرات ايضا انعكاسات صحيه وامن غذائي. التاثيرات البيئيه سيتم خلل كبير جدا في النظام البيئي، لانه اول ما حيتم انسكاب للبترول او للنفط الخام على حسب ما صرحوا انه تقريبا 1,000,000 برميل إيه. فبالتالي سيعمل طبقه عازله، الطبقه العازله هذه ستمنع دخول الاكسجين، ستمنع عمليات البناء والتبذير الضوئي الخاصه بالكائنات المائيه، اضافه الى ذلك بحد ذاته هذه المواد تعتبر مواد سامه، فبالتالي تتغذى عليها كل الثدييات، كل الطيور البحرية، تؤدي إلى موت في كل الأعضاء، تعمل ديهايدريشن جفاف، تؤثر على تركيب الكائنات نفسها، فتؤدي إلى قتل معظم الكائنات البحرية الموجودة. إضافة إلى ذلك إذا لم تتم المعالجة الفورية لهذا الموضوع ستتسرب عن طريق التركيبات الجيولوجية إلى قاع الأرض، إلى قاع البحر عفوا. طيب. فستتأثر التنوع البيولوجي كله، يعني النظام البيئي ربنا خالقه في كل منطقة في كائنات محددة معتمدة على بعضها، فبالتالي حيكون خلل في التنوع البيولوجي، بالتالي النظام البيئي لا يعوضه مهما حاولوا. ممكن نعمل إصلاح، لن نستطيع الإصلاح، وخسرنا جزء كبير من النظام البيئي سينعكس سلبا على التركيب البيئي. في كمان نقطة ثانية مع الوقت. تفضلي. طيب انا بسالك بس قبل النقطه الثانيه، انت لو حصل التسرب لا يمكن الاصلاح بعد التسرب، هذا قصد كلامك؟ لو حصل التسرب بهذا الكميات الضخمه الكبيره ولم يتم اتخاذ علاج سريع فوري فاست ريكفري في انظمه معينه فاست ريكفري، ما اعتقد انه ممكن نقدر نعمل شيء. حيتم الاصلاح مباشره ولكن الكمية ضخمة جدا، لابد أن تتأثر المنطقة 100%. طيب. بالدمار البيئي أو بحالة اللي هي التنوع البيولوجي سيتم في خلل كبير جدا، إضافة إلى ذلك أنه النفط أساسا في جزء كبير منه متطرف، فاللي حيحصل أنه حتكون في انبعاثات غازية الغلاف الجوي ترتبط بالمياه، أول مطرة تيجي أو أي أول أمطار بتنزل على طول بتنزل في هيئة أحماض كربونية خطيرة جدا، حتنزل مرة ثانية وترفع باقي الأجزاء اللي هي في المنطقة سواء في نفس المنطقة أو حوالين المنطقة، بتغير حاجة اسمها الأس الهيدروجيني، ولهذا ربنا خالقه متوازن، فبالتالي صار عندنا ما في أكسجين في المنطقة، تلوث بالمواد السامة الكيميائية بالنسبة للكائنات، ما في بناء ضوئي، ما تقدر تتغذى ولا تقدر تعمل شيء، إضافة إلى ذلك الـ pH نفسه حق المنطقة كلها ولا حواليها صار حامض، فمئة قتل كامل الكائنات الموجودة. طيب دكتورة هذه الكارثة وهذه الأضرار فيما لو حدثت لا قدر الله ستنتقل إلى الإنسان ولا ستظل في الكائنات البحرية؟ لا بكل تأكيد تنتقل الإنسان بطريقتين، أولا أنه
أكيد بكل تأكيد في بعض الثدييات وبعض الكائنات الموجودة في الطيور البحرية تستطيع إنه مثلا بتكون يصلها جزء، يعني التلوث هذا حيمشي في البحر، فبالتالي حيبدأ التركيز كل ما تبعد البقعة كل ما تركيزها حيكون أخف شوية، فحتصاب الكائنات بجزء منها، حيدخل هذه المواد الكيميائية حتدخل في السلسلة الغذائية، مثلا الكائن الصغير حيتغذى على الكائن الأكبر وأكبر وأكبر إلى أن يصل، قد يصل بمنتهى السهولة إلى الإنسان، لأنه في الأخير إحنا عندنا السلسلة الغذائية الفود تشين هذه ممكن تصل للإنسان، فإحنا ممكن بعد كده هذا لو لقينا كائنات أساسا عايشة يعني، ولكن اللي قدر يقاوم بعد تركيزات عنده في هذه في مناطق محددة بتكون أخف مع بعد المساحات وانتشارها البعد عن البقعة نفسها، هتتأثر هتتغذى على مواد كيميائية ودائما تقسم او تصنف هذه المواد الكيميائيه لانها سرطانيه مسرطنه، فبالتالي بكل تاكيد لا قدر الله ممكن بالراحه انها توصل لغذاء الانسان. النقطه الثانيه يا ليت باختصار شديد دكتوره تفضلي. اوكي، ستدمر كمان لو كان في المنطقه في سياحه، ستهدد الامن الغذائي، النظام البيئي، ممكن لو في درجات حراره عاليه ورياح تعمل اشتعال كبير جدا، حيزيد عمليات السحابات السوداء هذه الكبيره. فانا اللي بقوله انه صارت عندنا كارثتين قبل كده وكانت جزء بسيط، يعني 6000 برميل 4500، والدول جلست سنوات طويله بتحاول تعالج هذا الموضوع وتدمرت البيئه، فما بال لا قدر الله لو مليون برميل حصل له انسكاب او حصل له كم. نعم دكتورة ماجدة أبو راس، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا. المعادلة واضحة، إما أن تكف ميليشيات الحوثي الإرهابية عن حماقاتها، وإلا فنحن مقبلون على كارثة بيئية تضاف إلى كل الكوارث الموجودة اليوم على أرض اليمن بسببهم. بعد الفاصل مكملين معكم.